ملي شريت الكاميرا الوالده كانت كتقول لي الله يا وليدي شنو هاد الكارثه هادي 4000 درهم باش تشري كاميرا باش كتكون العول مثلا غتقاضى شي حاجه ماشي خدمه وفي الاخر كتفاجئ بشكرا بزاف اخاي سفيان. المكان اللي كان صعيب انك توصل له ماشي بحال دابا من هبه ودبه هو في كامب. يعني كاين شي مواقف اللي عشتهم في هاد المهنه صراحه تجارب اللي كنفتخر بهم بزاف. الا كان باغي يدخل باش يجمع الفلوس فهادي ما عتكونش كش مزيان ما كتبانش كش كش كبير. ها ما عليش كش اصلا متاكد. السلام عليكم، معكم سفيان فاسيكي مراسل هيسبريس بهذه طنجة تطوان الحسيمة واش مبروك. من بدا الدومين ديال الصحافه خدمت بزاف الحاجات صراحه، يعني بحكم الصغور يعني مدرسه في الصيف يا اما كتمشي تقرا في الجامع يا اما كتمشي تخدم، يعني تخدم في ملبانه تخدم في قهوه تخدم في شركه. ما زعما صراحه يعني احنا الصغر ديالنا جوزنا شويه حربيين، يعني ماشي يعني كنا كنخدموا يعني ما كانش جلاس ولا مثلا عتبره واجده صافي. يعني الانسان خرج يفتش على راسه من صغره، يعني انت كتعرف طنجة هو كيحماق ولا البحر، يعني كتمشي في الصيف كتمشي بحار، يعني كتحاول ما امكن انك تخلي شي ذكريات، كتشوف راسك بانك كتعمل شي تصاور ماشي بحال اي واحد كيشبر التليفون. الايام كانوا باقيين تليفونات كاميرا ديال 2 ميجا بيكسل الى عليتي عجبر كاميرا فيها 4 ميجا بيكسل. فمن ثم كان شويه كتحس براسك بانك عندك ميول نتصور. وواحد الصوره الا باقي كنعقل انا غادي نصار ذلك اخي سفيان، هي نقدر نقول لك بانها السبب انني اتجهت لهذه المهنه اللي اصبحت مصدر الرزق ديالي دابا حاليا. كنت شريت اول كاميرا ديالي كانت 550 دي نيك كانون، اغلب 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 الشباب كيبداو بها. كنت شريتها ب 4000 درهم في ديك الوقت، يعني 2012 يمكن ولا 2013 الا باقي كنعقل. وصافي ديك الساعه الوالده ديالي واحد قضيه نقولها لكم، ملي شريت الكاميرا الوالده كانت كتقول لي الله يا وليدي شنو هاد الكارثه هادي 4000 درهم باش تشري كاميرا باش يعني كتسيب الفلوس في الخوال خاوي والسخريه القادر. ما كناش عارفين بان هاد 4000 درهم هي السبب دابا باش ان الانسان رجعت عنده مهنه. نقول لك اول باج فيسبوك خدمنا فيها كانت باج ديال اصدقاء طنجه الرياضيه ديال الصديق هشام جعيدي، وكذلك طنجاكم ديال الصديق محمد بولزايب اللي صراحه بفضل ديالو كان اول واحد يعطيني البطاقه ديال الملعب باش دخلت غطيت الحدث من ارض الملعب. وكانت كان واحد النهار سبيسيال بالنسبه لي اللي ما نعشي، يعني باش انك تبدا هاد الهوايه غير كهوس كان فيك وتعجيك فرصه انك تنزل تمارسها من ارض الملعب اللي مكان اللي كان صعيب انك توصل له ماشي بحال دابا من هبه ودبه هو في كامب. كانت الكفاءه والموهبه هي اللي كتحدد الوجود ديالك في الكامب. لا نهائيا ما كانش مدخل اللي كان عندنا هو ديك الفرحه وديك البسمه في الجمهور الطنجاوي اللي كنا كنشوفوها كل سيمانه. يعني كانت المقابله ديال اتحاد طنجه بالنسبه لي ناعد، كانت بالنسبه لي ناعد كل سيمانه. راه باش كتشوف 30 40 الف متفرج كتدخل في السيكوندا، كان عقل باريدو ديال سله اللي كنعرف حضور جماهيري قياسي، يعني اكثر من 50 الف متفرج. حاليا دابا نقدر نقول لك اخاي سفيان انا استغنيت على الكاميرا كنصور غير بالهاتف، يعني بحكم الوقت اصبح اكبر تطورا. يعني يمكن هي الهاتف تمارس العمل ديالك، ولكن طبعا كاين الكاميرا. كنخدم دابا بنيكون دي 750 مع 50 ملم. طبعا في العمل الصحفي ما كاينش يعني تينا معرض للصدمات ديال الاخبار ديال الاحداث ديال، يعني خصك تكون واجد، خصك تكون دائما سلاحك في يدك كيف ما كيقولوا، يعني الكاميرا والميكرو يكونوا عندك في الساك ديالك، يعني في اي حاجه كتوقع شي حاجه كتكون تينا واجد. ولكن كاين بعد الروبورتاجات اللي او بعد البرامج اللي كتكون كيكون عندها استعداد مسبق
هنا كيكون عندك مجال فين انك توجد ماتيريال ديالك، ولكن في العمل الصحفي دائما خصك تكون عسكري. اول اجر تقاديت يا سلام، اول اجر كنظن وقيله في 2015 او 2014 كان واحد ايفينمون ديال واحد مكسافة، وكنت صورت روبورتاج ليلوم يعني بيست اوف، وكان هذيك اول راتب كانت قاده، وكان كانت عنده حلاوه خاصه صراحه. ضروري يقولوا شحال، ضروري خايس فيه 500 درهم، 500 درهم اخي، كانت ديك 500 درهم بحال 5000 درهم في بارتا فيت. بالنسبه لاقل ثمن اللي خدمت به، وصراحه كتكون العول مثلا عتقاضى شي حاجه ماشي خدمه، وفي الاخر كتتفاجئ بشكرا بزاف اخاي سفيان وصافي. ديك شكرا هي كتكون واعره في ديك الوقت، تحس بيا اخاي سفيان صراحة. هو هذا الميدان، هذا تصوير فوتوغرافي ولا الميدان الصحفي بصفة عامة، واحد الميدان اللي ما فيهاش الروتين، يعني كتعيش تجارب كبيرة وكبيرة بزاف، واللي مستحيل انك تعيشهم الا كنتي من غير هذا الميدان. مستحيل صراحة، يعني كاين شي مواقف اللي عشتهم في هاد المهنة صراحة، تجارب اللي كنفتخر بهم بزاف. تقدر مثلا في الصباح كتكون في شي طبيعة كتصور شي يعني شي منظر واعر بزاف يعني، وفي شي بلاصة واعرة، وفي العشية كتجبر راسك كتصور العافية ولا شي حادثة سائرة، ولا يعني تينا معرض لجميع أنواع المواقف في هاد المهنة، وهاد الشيء اللي كيخليك أنك دائما ما عمرك تحس بالملل. الأحسن الأعمال اللي خدمت فيها الصراحة هو عمل كيكون أفضل من الآخر، ولكن من الأعمال اللي صراحة سبيسيال بالنسبة لي هو الفيديو اللي كنت عملته في الحجر الصحي في بداية ديال كورونا، ومن بعد الفيديو ديال الحزام الأمني اللي كنا مشينا خدمنا في الصحراء. هذا التجربة هذه صراحة كنفتخر بها بزاف، وكان حي الزملاء اللي كانوا معايا أمال وسفيان في هذا العمل الجبار اللي خدمناه. وصراحة كاين بزاف ديال الأعمال، ولكن كنشوف من ناحية القيمة الفنية ديالهم، كنشوف هاد جوج الأعمال عندهم واحد مكانة خاصة، ونزيد حتى التغطية ديال حديثة ريان حتى هي كتعتبر من التجارب اللي ما غادي نساهمش في حياتي صراحه. ما كاينش شي حاجه اسمها وصلت هاد العمل، هاد الميدان هذا، في اي ميدان كيف ما كان النوع ديالو، ما كاينش شي حاجه اسمها وصلت. كاين العمل، كريستيانو رونالدو 36 عام في عمره قال وصلت، هو باقي كيتريناري 7 ايام في الاسبوع. كاين تطور يوم بعد يوم، يعني اللي الحاجات اللي كيكونوا اليوم يقدروا غدا يكونوا فات عليهم الوقت او فات عليهم التاريخ، يعني ديمو ضاو بالعربيه. ولهذا الانسان دائما يبحث على انه يطور الدرس ديالو يوم، وما كاينش شي حاجه اسمها وصلت. كتوصل اللي النهار اللي غنوصلوا للقبر ان شاء الله، هذاك هو الوصول الحقيقي. اي واحد بغى يبدا في هاد الميدان، الا ما كانش عنده الحب لهاد الميدان، هي ما يفكرش زعما، الا كان باغي يدخل باش يجمع الفلوس، فهذه ما عتكونش. هاد الميدان هذا خص الانسان يكون كيعشقو، باش انه مع الوقت عتدي الثمرات ديالو. حنا كنديو الثمرات، واخا انهم ثمرات معنويين، ولكن النفس مرتاح تينا خدام في واحد المهنه اللي كتعشق الخدمة ديالك، كتكون دايما بالك مرتاح. لا حقا الخدمة ما عجبتني شي، ما خصنيش نخدم مع بنادم، ولكن إلا كنت كتحمل واحد حاجة اللي كتعجبك كترتاح فيها، فعتإليميني هادشي كامل وعتكون مرتاح البال، وهذا هو الأهم هادشي كامل. وأي واحد بغى يتجه لهاد الميدان خصو يكون مساهم باش يطور هاد الميدان، باش يزيد به القدام، باش يعطي الإضافة، وباش يكون عنده واحد اللمسة خاصة به. أما باش حيت فلان كيصور خصني حتى أنا نمشي نصور، فهادي ما عمرها تكون. أي واحد باغي يبدا في هذا الميدان وعنده حب من هذا الميدان، ومثلا كيقول ما عنديش كاميرا، ما عنديش يعني ما عنديش ماتريال اللي نقدر نخدم به، فعندك تليفون تقدر تبدا.
يعني اللمسة الموهبة هي كل شيء. ومع الوقت سيجيو ماتريال. المهم الإنسان هو أنه راه البداية ديالنا راه كاملين عانينا بصعوبات، ولكن مع الوقت الإنسان كيطور الداس ديالو كي وكيطور حتى الماتريال ديالو. المهم هو الإنسان يكون عنده حب وشغف في هذا الميدان. شكرا بزاف موقع طنجاوي على الاستضافة، تبارك الله عليكم، نتمنى لكم التوفيق في المسار ديالكم، ورمضان مبارك سعيد، واشكم بروك. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.